السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ ربنا انكم تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. فيديو جديد وحلقة جديدة وفيديو بقى بإذن الله هنشرح فيه الطريقة الصح اللي انت تقدر بيها تثبت البرامج اللي لعبة ببجي لايف بي سي بتطلبها منك، زي برنامج الدايركت اكس 11، برنامج النت فريم ورك، برنامج مايكروسوفت فيجوال بلس بلس. معظمنا بيثبت البرامج دي بطريقة غلط وما بيعرفش اصلا يثبتها، ولكن النهارده بإذن الله نشرح الطريقة الصح. وبالذات انا عامل فيديو ده عشان كارت الشاشة، في ناس ما بتعرفش تحدث كارت الشاشة وبتوه ما بين الحاجات بتاعت الموقع ديت، بتوه ما بينها كده ما بتعرفش تثبت كارت الشاشه بتاعها. فانا باذن الله النهارده هنشرح في الفيديو ده ازاي تثبت كارت الشاشه وتثبت البرامج كمان بالتفصيل. والله بينا نخش في الفيديو. طيب اول حاجه تعملها كده تخش على الاسم بلوك في وصف الفيديو، بعد تخش عليه هيفتح معانا بالشكل ده. هنتخطى الرابط هو المختصر، هتتخطاه وبعدين هيفتح معانا بالشكل ده. اول حاجه هتجيلها وهو المايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس. انت تحمل البرنامج ده وتدوس عليه وتضغط اوبن لينك ان نيو تاب، وبعدين هيفتح معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد ما يفتح معانا يا جماعه ننزل تحت كده وهنيجي على نسخة ال 64 وندخل عليها كليك يمين، وبعدين نضغط على داونلود ويز اي دي ام، وبعدين هتثبت البرنامج عادي ستارت داونلود، وبعدين هتثبته زي اي برنامج عادي. نيكست نيكست نيكست. ده طبعا طريقه سهله ومش مستاهله ان احنا ايه نشرحها يعني ونضيع من وقت الفيديو علشان الفيديو ما يطولش. نيجي برضو للبرنامج تاني نت فريم ورك، اضغط عليه داونلود وبعدين اضغط اوبن لينك ان نيو تاب علشان ما تخرجش من صفحه تانيه. بعد ما نضغط عليه يفتح معانا بالشكل ده، وتيجي كده على داونلود نت فريم ورك ران تايم. ما تجيش هنا عشان النسخه دي 300 ومش عارف صح طبعا بتاعت ايه، بس النسخه ديت اللي احنا كنا بنثبتها دي شغاله. وبعد تضغط على تضغط عليها كده تفتحها يعني. زي ما انتم شايفين كده البرنامج بدا يحمل معاه تحت اهوت، هتحمله برضه زي اي برنامج عادي. نيكست نيكست نيكست. دي طبعا مش مستاهله اللي احنا نعملها زي ما قلنا. نيجي بقى لبرنامج الدايركت اكس ونضغط عليها برضه كليك كبير، وبعدين تقوم اللينك ان نيو تاب، وبعدين هنفتح الموقع بتاع البرنامج دوت. طبعا كل المواقع ديت من مايكروسوفت. تفتح على بالشكل ده، تدوس على كلمه داونلود، وبعدين تحمل البرنامج عادي برضه. نيكست نيكست نيكست. بس في ناس برضه هتقول لي طب مش مستاهله ان انت تشرح يعني، تدوس داونلود. في ناس بتنزل هنا وتدوس هنا وبتدوس على حاجات غريبه كده، وفي ناس بتدوس على شوب داو وبتثبته في الموضوع يعني. في ناس مبتدئ في الموضوع، فانا عشان كده بقول. وفي ناس وفي واحد راجل محترم طلب مني ان انا اعمل الشرح دوت. فيلا بينا بقى ندخل دلوقتي في كارت الشاشه. مبدئيا كده انا جيت احدث كارت الشاشه من الموقع بتاع اللعبه، لقيت التحديث صعب جدا ومعقد جدا بالنسبه للناس المبتدئه. فانا جايب طريقه تانية تحدث بيها كارت الشاشه وسهله وبسيطه جدا، اللي هي الطريقه تحدثه من الجهاز ذات نفسه من غير ما تخش على الموقع. اللي انت تعمله انت تيجي كده على زيز بي سي، وبعدين تضغط على كليك يمين، وبعدين تضغط على كلمه مانج. بعد ما تضغط على كلمه مانجر يفتح معانا بالشكل ده. اللي انت تعمله هتيجي على كلمه ديفايس مانجر، وبعدين تدوس عليها، وبعدين تيجي هنا على ديسبلاي ادابتر او ديسبلاي ادابتر، زي يفتح معانا بالشكل ده. انا طبعا عندي كارت الشاشه واحد وهو الام دي راديون اتش دي 8450. طبعا في ناس عندها كارتين شاشه والكلام ده، بس انا عندي كارت الشاشه واحد. لو انت عايز تحدث كارت الشاشه ده هتعمل ايه بقى؟ بطريقه سهله خالص ومن غير التعقيد اللي في موقع اللعبه، تيجي كده عليها كليك يمين كارت الشاشه، هتدوس ابديت درايفر، هيفتح معانا بالشكل ده. تدوس على سيرش اوتوماتيكلي فور ابديت. انا طبعا بحدث البرنامج لاخر، قصدي كارت الشاشه لاخر اصدار، علشان كده اداني الصفحه اللي بيقول لي ذا بيست درايفرز فور يور ديفايس ار اوريدي انستولد. يعني انت عندك اخر تحديث او اخر اصدار من كارت الشاشه دوت متثبت بالفعل، يعني مش محتاج ان انت تثبته. ويعني دوت الطريقه اللي احنا هنثبت بيها، اللي قصدي هنحدث بيها كارت الشاشه اللي هي الفيجا. يعني اصل في ناس بتيجي هنا وتدوس على داونلود هنا، وبعدين تخش في تفاصيل ما يعرفوش اصلا يخرجوا منها. فعشان كده انا اضطريت ان اشرح الطريقه دي، يعني عشان في ناس ما بتتوش مننا، وفي ناس بتحمل البرنامج بطريقه غلط واصلا بتحمل التحديث بطريقه غلط، وتكون مفكره ان العيب من عندها من الجهاز بتاعها هو. طيب في برضه عايز حاجه كل كده اقولها قبل ما انهي الفيديو، ان لو الدايركت اكس 11 ثبتش معاك وحصل فيه مشاكل، فده بسبب كارت الشاشه اللي عندك. عارفين ده بسبب كارت الشاشه اللي عندك يكون قديم نسبيا، او حتى الكارت الشاشه ضعيف حبتين، فده بيكون ايه بسبب كارت الشاشه. بس كده يعني كان نهايه الفيديو. فيديو سهل وبسيط جدا، بس تحط لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان بيحمسني، وخلينا نعمل فيديوهات جايه كتير. ولو عندك اي شرح او عندك اي مشكله اكتبها تحت في الكومنتات وانا ارد عليك في اقرب وقت باذن الله. سلام.